ريبورتاج مع الحبيب الأسري ومبارك زماني. نقل المعلومة وصناعة الرأي العام دوران أساسيان للجسم الصحفي الذي يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، حرية ينظر إليها المهنيون على أنها سلاح ذو حدين. مهنة الصحافة ملزمون اليوم وبقوة وبإلحاحية وبسرعة بأن يؤهلوا مهنتهم لكي تكون في مصاف المهن المحترمة والمهن التي تحفظ للصحافة نبلها، لأنه لا يمكن السماح لهذه المهنة أن يستمر أناس يخدشون نبلها ويستغلون لأغراضهم الخاصة ويسيئون إليها. الصحافة هي حرية مضمونة بمقتضى الفصل 28 من الدستور، إذن على المستوى الإعلان نحن أمام فصل يؤكد على هذه الحرية، ولكن لكي ننتقل من مستوى إعلان إلى مستوى تمكين وبمعنى تحقيق الظروف الملائمة سواء على المستوى القانوني وأيضا على مستوى ظروف الشغل الصحافة بشكل عام، ما زالت تنتظرنا خطوات في هذا الاتجاه. بعض خطوات تعزيز هذه الحرية انطلقت وأثرت بشكل كبير في المشهد الإعلامي الوطني، وعلى رأسها الإعلام الإلكتروني والإذاعات الخاصة. نقول بأن الإعلام الإلكتروني قد ساهم بشكل كبير في تعزيز هذه الحرية من خلال إطارته المجموعة من المواضيع والقضايا التي يمكن اعتبارها في السابق طابوهات أو مواضيع التي يمكن القول بأن الإعلام التقليدي من الصعوبة كان إطارتها، وبالتالي فيمكن القول أن هذا الإعلام ساهم بشكل كبير في إطارة هذه المواضيع. استطعنا أن نلمس فعلا دور الإعلام ديال القرب الذي يناقش كل صغيرة وكبيرة وبدون خطوط حمراء، وكانت سباقة إلى إثارة مجموعة من المواضيع التي كان البعض يتخوف منها. أظن بأن هذه فقط البداية، لا زال الطريق شاق ولا زال الطريق صعب. وبالإضافة للمكتسبات التي تحققت للمجال الإعلامي والصحفي ببلادنا في السنوات الأخيرة، فالأمر يستدعي كذلك سن ضوابط قانونية وتشريعية تكون سبيلا لضبط حرية الصحافة وجعلها مساهما فعالا في النهوض بمختلف مناحي الحياة اليومية للمواطن. في موضوع